أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في قناة الدروس المفيدة Helpful Lessons. لدينا اليوم درس شيق، وهو عبارة عن كيفية إنتاج فيديو عن طريق استخدام الذكاء الصناعي. في صندوق الوصف سأقوم بوضع بعض المواقع الخاصة التي بإمكانكم عن طريقها استخدام الذكاء الصناعي لإنتاج الفيديوهات التي ترغبون بها بدون أن تظهروا حتى. فلدينا مثلا موقع يستطيع أن يختلق أو يصنع صورة ذكاء عن طريق الذكاء الصناعي، صورة لأشخاص غير موجودين، وهو سيكون الرابط الأول في الفيديو. في الرابط الثاني سأضع الموقع الخاص بإنشاء أو دمج الفيديو مع الصوت. بذلك تستطيعون أن تدمجوا الصوت الذي تريدونه بعد طبعا أن تقوموا بتحضيره كصوت MP3، أو حتى تسجلونه في نفس الوقت، وبتلك النتيجة نستطيع أن ندمج فيديوهين باستخدام الذكاء الصناعي. في هذا الفيديو قمت أنا بوضع صورتي، وبإمكاننا أن نضع أي صورة أي شخص أو حتى أشخاص موجودين داخل الموقع أو عن طريق الرابط الأول الذي سأضعه. بإمكانكم إنشاء صورة لأي شخص تودونه عن طريق استخدام الذكاء الصناعي، فقط بمجرد كتابة وصف ذلك الشخص باللغة الإنجليزية، ومن ثم يقوم البرنامج بصنع الصورة، وتستخدمون الصورة في الموقع الثاني لدمجها مع الصوت. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.